الشاعري بالنسبة لي طبعا أخ وصديق، وعاوز أقول لك إن أنا اتعلمت منه بشكل غير مباشر. أنا عاوز أقول بس معلومة للتاريخ، إن حميد الشاعري أول شخصية في تاريخنا العربي الفني الموسيقي اللي يجمع ما بين ثلاث حاجات، ما بين المغني وما بين الملحن وما بين الموزع والمنفذ الموسيقي. أول شخصية تظهر في تاريخ الفن عندنا حميد الشاعري اللي بيجمع الثلاث صفات دي الحقيقة، وكمان أول شخصية كان ناجح في الثلاثة. يعني هو كمغني من خلال ألبوماته كان ناجح جدا، وألبوماته كان فيها هيتس كتير، وكل الناس كانت بتغني الأغاني وبترددها من أيام يا لالالي وجلجلي وعودة وشارة وحاجات كتير أول حميد، أخرها يعني تقريبا كان روح السمارة. طبعا بالنسبه للالحان مش انا اللي هتكلم على الحان حميد الشاعري، الحان حميد الشاعري ان كانت لي او كانت لمطربين غيره، حميد عرف يشتغل على تيمات قريبه جدا من قلب المستمعين. ابتكر حاجه اسمها موسيقى الجيل. طب ايه هي موسيقى الجيل؟ ان كل الجيل اللي هيغني لازم يغني بالشكل ده وبالسيستم ده، ان كان حميد بيوزع له او ان كان حميد بيلحن له، ولا ان كان حميد اثر على جيل تاني طلع من الموزعين ما كانش بيشتغل بالشكل ده. حميد اثر فيا وخلاني اشتغل بالشكل وبالسيستم وبالنظام اللي هو بيشتغل بيه، واللي فرق مع الجيل كله، فبقى في بصمه لحميد الشاعري في كل اشكال الموسيقى اللي موجوده، ان كان حميد عاملها ولا ان كان حميد مش عاملها، فبقى اسلوب. هي حميد عمل ست جميل جدا قدر يوصل بيه لاذان المستمعين بشكل كلاسيكي وراقي جدا. حميد كل سنه وانت طيب، انت عارف قد ايه انا بحبك. حميد الشاعري طبعا مدرسه بكل ما تحمله هذه الكلمه من معاني، سواء كان في الغنى ولا في التلحين ولا في التوزيع والتنفيذ الموسيقي ولا حتى في اختيار العمل اللي هيختاره، هيشتغل ده او مش هيشتغل ده. الحقيقه حميد اثر في الجيل كله، وان كان في حد ليه بصمه في جيلنا اللي هو من 80 لغايه 2000 فهو حميد الشاعري.